إنما درس في تجديد المنهج أيها الإخوة، لكي نتخفف، لكي أتخفف أنا وأنتم معي من الترقيع. مللنا وتعبنا، أنا تعبت جدا من الترقيع. نحن نرقع على فكرة، وليس أمامنا إلا أن نرقع. تعرفون لماذا؟ طبعا أنا معظم ما أتحدث فيه ترقيع، أنا أرقع، ينبغي أن أرقع وأعرف أنني أرقع، ولا أستطيع إلا أن أرقع في المرحلة الراهنة. تعرفون لماذا؟ لأن الآخرين لا يعملون لكي تحكم على عملهم، إنهم يدمرون يخربون يمزقون فقط، وأنت ينبغي أن ترقع. ما في فكر حقيقي يتحرك، انتبهوا، ما في فكر حقيقي، ما في مشروع حقيقي برؤية، مشروع رؤيوي حقيقي لكي تدخل معه في زجال وفي جدال وفي أخذ، أبدا أبدا. كل ما هنالك تخريب وتدمير وتمزيق وتخريق، وينسب إلى السماء، وينسب إلى رسول السماء، إلى القرآن والسنة. وأنت عليك مؤمن تغار على دينك، تغار على نبيك، تغار على كتابك، تحب هذا الدين، ما زلت تحبه، وأسأل الله يميتنا على هذا أيها الإخوة. ليس أمامك إلا أن ترقى.